يعني البصل والثوم هي من أقدم الخضر التي وذكر طبعا في عاشها القرآن. الإنسان. نعم، جاءت في اللائحة، وهذه الآية تبين لنا يعني الخضر التي كانت على عهد سيدنا موسى عليه السلام، التي جاءت في سورة البقرة: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، يعني قال: أو تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. هذه هي الخضر. يعني هنا نفهموا من هذه اللائحة أنها كانت هي الخضر اللي كانت آنذاك، يعني الناس ما غاديش يسألوا سيدنا موسى على أشياء لا يعرفونها ولا ما كان عليه. ولكن هنا سيدنا موسى تنكر وقال يعني: أو تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. طبعا هو أدنى من المن والسلوى، ولكن هذا لا يعني على أن هذه الخضرة متدنية، هي خضرة قوية جدا ولكنها متدنية بالمقارنة مع المن والسلوى، لأن بنو إسرائيل رزقهم الله سبحانه وتعالى المن والسلوى، ثم طلبوا من سيدنا موسى هذه الخضر، يعني مما تنبت الأرض. فكانت هي الخضر آنذاك، ثم أن عثر في أهرامات مصر، عثر على بعض الجثث ومحنطة بالبصل وبالثوم كذلك، وهي من الأشياء الحافظة من الجراثيم. من الثوم نلاحظ على أنكم هل في المغرب هل كان يعني تحضير بعض المواد أو تهيئ بعض المواد التي كانت تخزن كذخيرة لفصل البارد أو لفصل الشتاء، كان من جملتها الخليع أو هذه اللحوم، يعني هذه القديد كانوا يضيفون الثوم من جملة المكونات الثوم أولا، يعني كانوا كيرقدوا كاع في الثوم. وكان لماذا؟ لأن هذه الثوم هي مطهر ويحفظ، يعني يقضي على الجراثيم ولا يترك يعني اللحم ينتن أو يتخمج. نعم. الثوم فيه رائحة قوية، ورائحة يعني قوية تخرج من الفم، ربما لا يحبها الناس، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يحب هذه الرائحة. فيعني وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأكل طعام فيه ثوم، وكان يقول: إني امرؤ أناجي. نعم. يعني كان يعني بها صلى الله عليه وسلم أنه ما يناجي ربها يجب أن تكون رائحة طيبة، وأن يكون ما يخرج من فمه هو طيب، والثوم يترك رائحة. هذا فقط هذا الذي يجب أن نفهمه، يعني من لأن الناحية الكونية، رائحته من قوية. الناحية الفقهية والعبادية، فهذه تبقى للفقهاء. لكن يفهم من الحديث على أن هنا نفهم أن الحديث يدور حول الرائحة، يعني الرائحة التي تخرج أو التي يتركها الثوم، ويترك رائحة لأن المكونات القوية الموجودة في النبات هي موجودة في الثوم، ورقم واحد من حيث الرائحة، ومن حيث يعني كاين الكرات كنسميوه، هذا البورو كنسميوه في المغرب، نبات الكرات فيه كذلك رائحة قوية، ونبات الكرفس فيه رائحة قوية. لكن يبقى الثوم أقوى الروائح في الخضر كلها، رائحة نفاذة. نعم. لماذا؟ لأن فيه جوش ديال المجموعات ديال المكونات، المكونات لا تنتمي إلى مجموعة واحدة. المجموعة الأولى هي السلفونيت، وهذه السلفونيت منها الأليسين، هي مكون الأليسين، وكذلك المكونات الأخرى هي السلفوكسايد، كاين السلفونيت وكاين السلفوكسايد. السلفوكسايد من الآليين، هما الاثنين تقريبا اللي كيمثلوا المكونات القوية في الثوم، لأن الثوم لا نأكلها للكالوريات ولا للبروتينات ولا للدهون، هي يعني استهلاك الثوم هو فقط من أجل هذه الفلافونويدات والبوليفينولات هذه الموجودة فيه، وهي فلافونويدات قوية جدا، الأليسين والألين معروف. ثم في مكون أجوين، مكون الأجوين كذلك على شكل يعني أثر، ولكن تركيز جيد، مكون الأجوين، ومكون الأجوين سبحان الله هو موجود في الشيبة، يعني يوجد في الشيبة. فهذه المكونات الأليسينية مكونات طيارة، لأن السلفونات هذه هي مكونات طيارة، يعني تتنفذ لما يعني نقطع الثوم نشمها، والبصل فيه سلفيت، مكونات السلفيدريل أكثر من الثوم، لأن نعم. الثوم ما كيبكيش، يعني لا يسيل دموع، ولكن البصل ولكن يسيل دموع. هو طبعا عنده واحد المذاق لاذع. نعم نعم جيد. ومكون الكبريت هو مصدر، الكبريت والبصل والثوم هو مصدر كبريت. نعم. والكبريت جيد للجسم، كبريت عضوي ليس الكبريت يعني المعدني، لأن الكبريت المعدني سام، يعني هذه الـ SO3 والـ SO4 والـ SO2، هذه الكبريتيات المواد المكوية هي خطيرة، يعني هذا التي نحفظ بها نحفظ بالمواد الغذائية، ونحفظ بها كثير من الأشياء، نطهر بها، هي مواد التطهير، وكذلك متطهرة. موجودة في السماد. لكن الكبريت العضوي هو الكبريت الموجود في البروتينات،
والكبريت الموجود في البصل وفي الثوم وفي بعض الخضر، يعني كاين هناك خضر فيها كبريت، يعني منها اللفت، منها اشياء الكباب، منها هذه كلها خضر فيها كبريت مرتفع. المكون الاليسين والالين هي مكونات مضاده للسرطان، مانعه مضاده ومانعه للسرطان في الجسم. وهذا لا يعني على ان الناس لما يصابوا بسرطان يمشيوا ياكلوا التومه ولا يصابوا خلطات، يعني هناك بعض الزجاله اللي كيخلطوا الناس التومه مع العسل. وما انا لا ادري، واتساءل دائما، هذه تقريبا 20 سنه وانا اتساءل لماذا كل الخلطات في العسل، لماذا يخلطون، لماذا هذه الخلطات، هو العسل ماده غذائيه هو بنفسه كافي، لماذا يخلطون كل شيء مع العسل؟ الحبة السوداء مع العسل، والنباتات مع العسل، والزعتر مع العسل، وهذه والثوم مع العسل، وكل لماذا يخلطون هذه الأشياء مع العسل؟ هذا جهل، هذا جهل، ويجب على الناس أن يكفوا هذه الأشياء على الناس، يجب أن يكفوا كأكاذيبهم على الناس، ويجب على المستهلك والمواطن أن يتفادى هذه الخلطات، هل سمعت أو عندي خلطة أو عرفت خلطة. والغريب الغريب الغريب الذي نستغرب له، وهذه الخلطات بدأت تروج في الإنترنت. نعم فعلا. وسيضحك علينا الناس، بعض الشعوب ستضحك علينا. دابا بداو كيروجوها، رغم ان كاين اشياء حول القرفه وحول هذا الليم هذا الحامض هذا انه يعالج السرطان وان قوته اكثر من الشيميوثيرابي، هذه اكاذيب، هذه يكذبون على الناس، هذه يكذبون على الناس. الحامض كيستهلكه الناس، نعم يستهلك كخضره، نعم، ولكن انه يعالج السرطان هذا كذب، سيكذبون على الناس. القرفه تعالج السرطان، كذب، القرفه تحفظ الجسم من السرطان، باش نكونوا واضحين في النصائح، باش ما نبقاوش تحفظ الجسم من السرطان. الى الناس ما اكلوش سموم والنظام ديالهم كان طبيعي نباتي، وكانوا يضيفوا لي القرفه والقرنفل وزريعه الكتان وهذا الكركم وهذه الاشياء هذه، نعم الجسم غادي يحفظوه من السرطان، ما يوصلش للسرطان، ولا هذا السرطان سيتعطل. نعم، تكون ورم صغير سيتعطل، لان الورم انت وقتاش كيكون المشكل لما يكبر، لما يصبح في حجم كبير. اما اذا بقي في حجم مليمتر او ملي او حتى 5 مليمتر او حتى 10 مليمتر او حتى 30 مليمتر، انا لا اظن انه سيحدث انزعاج داخل الجسم. واذا بقي معطلا فيكون احسن، يكون احسن، لان الشخص سيعيش بسلام. هذا فالثوم فيه فيتامين ب 6، وفيه كذلك بوتاسيوم، وفيه مانغانوز ومغنيسيوم. هذه الباء 6 هي الفيتامين التي تريح اصحاب السكري، هي جيده لاصحاب السكري. ثم البوتاسيوم طبعا كذلك، لما يكون بوتاسيوم مرتفع جيد لاصحاب ارتفاع الضغط والسكري معا. ثم ان هذا التوازن المائي داخل الجسم خصوصا على مستوى القولون، لما تكون املاح معدنيه في توازن تكون القولون في توازن، لما يقع خلل اما يكون اسهال او يكون امساك. نعم. لما يكون هذه الاملاح زائده تكون اسهال، هو المشكل. الناس ملي كيكثروا مثلا من الفواكه بحال المزاح والمشماش والعنب وهذه الاشياء، ملي كيكثروا من بعض الفواكه كيديروا اسهال، تما كيكون املاح معدنيه بكثره. ملي كتكون الاملاح المعدنيه ناقصه كيكون امساك، لان طبعا المشكل المائي هو مشكل داخل الجسم، ومشكل الان مشكل العصر، هذا الميتابوليك سندروم، لو سيندروم ميتابوليك، ولا زدنا عليه هذا تحمض الدم او الاسيدوزيس، وهذه الاشياء هي اللي الان مخلي الناس حتى البي اتش الان، حموضه السوائل داخل الجسم تاع هي مهمه. وهذا الثوم هو مهم جدا، ويجب ان يكون في الطبيخ، يعني اي طبيخ لازم يكون فيه ثوم. هناك الثوم المجفف والمربى، نعم عليا، ليس كالثوم الطري طبعا، ولكن ثم هذا الثوم كان المغرب من الدول المنتجة للثوم الطبيعي القوي من السلالة الأصلية ديال الألين، لأنه هو سلالة هذه الثوم. ما زال كاين، لازال كاين، مازال الناس كيزرعوا طبيعي. ولذلك دخل الصين ثوم غير طبيعي، لا كاين ثوم مغير وراثيا، هذا الثوم المستورد هو ثوم مغير وراثيا، ومن بعد المستوردين المغاربه ياتون به من اسبانيا، واصبح كبير الحجم. لماذا علين؟ هو عامل كل الاشياء، التقنيات الزراعيه الان غيرت كثير من الاشياء، يعني يكون مغير وراثيا او يكون مغير غير وراثيا فهو مغير، وليس كالثوم البري، هذا الثوم الاصلي الطبيعي المغربي. فهذا الثوم مع الاسف، ولذلك دخلت بعض الدول الان تطلب الثوم البلدي في المغرب، وان يوصلوه لواحد الثمن مرتفع جدا، حيث ربما قليل، ماشي غير الصينيون، لان الصينيون كيصنعوا منه هادو اقراص تايبلتس،
أقراص هذه يصنع منه أدوية مباشرة هكذا يعني من الثوم، أقراص تعطى لأصحاب ارتفاع الضغط. ولماذا لأن الناس يأخذوا الثوم، هاو عنا يأخذوا الثوم عنده ارتفاع ضغط غير يزيدوا في الطبيخ دياله، ما يخلطوا لا مع العسل ولا يجفوه ولا ياخذوا على شكل يعني كبسولات. الثوم هذا كخضرة يعملها في الطبيخ دياله وما يعملش معه لحم. هذا الشخص اللي عنده ارتفاع ضغطه أكل لحم ليس هناك علاج، حتى ولو أخذ يعني ماشي غير الثوم مع العسل، حتى ولو أخذ يعني هذا الحانوت ديال العشاب كله، إذا لم يمتنع عن اللحوم والملح فهذا الشخص لا ليس له علاج، لا عند الطبيب ولا عند العشاب. فيجب أن يعرف الناس أولا الأشياء التي تزيد في المرض والتي هي هناك في الجسم هي مسببة للمرض. لماذا؟ لأن اللحوم فيها دهون وفيها بروتينات بكثرة، وهذه البروتينات هي تحبس التوازن الأملاح، توازن الأملاح مثلا الحديد مثلا لهذه الأشياء. مثلا بعض النساء كيأكلوا اللحم بكثرة وعندهم أنيميا لأن اللحم كيحبس امتصاص الأملاح المعدنية. هذا هو المشكل. والغريب أن واحد شخص يمشي عند طبيب يقول لي عندي مثلا فقر الدم ينصحه بأكل لحوم، هو يأكل لحم ليل نهار والطبيب كينسحب اللحوم ويزيده يعني غريب، لأن اللحوم الحبوب اللحوم هي اللي سبت لي بعد فقر الدم، لأن كثرة البروتينات لا تترك الحديد يمر إلى وهذا المشكل اللي واقع الآن هو مشكل امتصاص، هو مشكل فيزيولوجيا الجسم ومشكل هضم، مشكل أنزيمات وليس مشكل نقص في الأملاح. ولا نعطيه للشخص كبسولة هذا أقراص ديال الحديد ولا مسحوق حديد، هذا ليس علاج ترقيعي كما نسميه، ولكن علينا يبقى ظرفي يبقى وقت ممكن الشخص ياخذ هذه الاقراص ولا حاجه، ولكن علينا بتحفظ ان لا تسبب له اشياء اخرى. يعني فالثوم يضاف، لماذا؟ الثوم مسخن، لان الفلافونويدات هذه الفلافونويدات والبوليفينولات هي معروف عليها، وما كانوا تسموها عندنا في المغرب في المجتمع ديالنا كانوا النساء كيسموها المساخن. هي المساخن على المسخنات يعني باللغه الفصحى، هي المسخنات التي تسخن الجسم. وداخله فيهم الثومه، فيهم القزبر حبوب، وفيها الثومه وفيها الكركم وفيها حبه حلاوه وفيها النافع وفيها القرنفل وفيها القرفه وفي كرافس كيسخن حتى هو من الاشياء اللي دعلي. لماذا؟ لان هذه الاشياء الله سبحانه وتعالى خلقها لضبط الهرمونات في الجسم، خلقها لتسخين الجسم. هي ليس فيها كالوريات الثومه، حتى ولو كان فيها كالوريات كم ناكل؟ هذه نأكل فص أو فصين ديال التومة، ولا أنا نأكل رأس توم، رأس توم كبير كبير جدا. نعم كبير. فالنساء لازم يضيفوا تومة مع السمك، ثوم مع الطبيخ، ثوم مع أي طبيخ يعملوا فيه ثوم. يعني كنلاحظوا على أن الطبخ المغربي واحد الوجبة ما فيهاش ثوم، نرديتي البال. علينا أنا مشي غير بحث، ولكن أنا يعني قربت من المستهلك المغربي اللي حفظت المسائل حتى العادات اللي كان ما التومة النساء ما كيعملوهاش في الكسكس. نعم لاحظتي مزيان أنهم كيعملوها في كل شيء إلا الكسكس، وهي خاصة دار في الكسكس. نعم خاصة دار في الكسكس، خصوص النساء اللي كيعمل لهم كسكس بعض الغازات ولا بعض الانزعاجات. وهي لماذا لا يضيفوا التوم في الكسكس؟ ما عادش مشكل، ليس هناك أي مشكل، يزيدوا شي راس ديال التوم. والكسكس لاحظتي أن الوجبة اللي ما فيهاش بصل بكثرة هو الكسكس، والبصل يجب أن يكون غالب على الكسكس، خص يكون غالب على الخضر. مع الأسف هذا النساء كيعملوا بعض اللفت والجزر مع الكسكس، واللفت والجزر عنده وقت. نعم عنده وقت، عنده شهر 12 و1 و2 و3 فقط، مابقاش الجزر واللفت مابقاش، يعني هو موجود على طول العام. نعم ولكن مع موجود على طول العام، لأن المستهلك يدخل إلى السوق بدون معرفة الموسم تيشري وصافي. كيلاحظوا النساء على أن الجزر ملي كيخرج من الوقت ديالو مكيبقاش يطيب، والمذاق ديالو كيتبدل. كيتبدل. فهذاك الوقت اللي ما فيهش الجزر الله سبحانه وتعالى خلق خضره اخرى. يعني البصل كيكون على طول السنه، ولكن البصل ماشي على طول السنه على شكل هكذا يعني رؤوس على التركوبه اللي كتسميوها دي. فمع الشهر مارس اللي مضى، شهر مارس اللي مضى وشهر ابريل اللي مضى، كنت اجد بصل ديال نزل يابس، هذا نزل يباع في السوق. هذا خطأ، هذا خطأ، هذا ليس من الناحية الغذائية سيكون مضر، رغم أن البصل اللي عنده الوراق، البصل الطري اللي بالوراق ديالو الموسم، لا الخضارية هي اللي كتزرع في شهر أكتوبر وتخرج الوراق. أنا كفر. أما هذه اللي كاينة في شهر 3 و 4 و 5 و 6 عندها الأوراق خضرين وتبدأ هي من شهر 1 كتبدا البصلة، واخا تكون باقا صغيرة ولكن الأوراق ديال البصلة هما مهمين أكثر من الرأس ديال الرؤوس ديال البصل. فهذا مع الأسف أن كاين هناك واحد الثقافة غذائية اللي بدات شوية والناس لأنهم يعني فقدوا هذه الثقافة الغذائية فبدأوا أي أحد يتفضل عليهم يصدقونه ويتبعونه. نعم
اي احد دابا يجي اي احد من اي بلد للدار البيضاء ولا للرباط ولا لفاس ولا لطنجه ولا لمراكش ويفتح حانوت يبدا يبيع للناس ويقول لهم هذه راه كتصلح هذه الكاس يصدقونه طبعا يصدقونه ويتبعوا من عادات وهذه الطبيعه سيئه في المجتمع المغربي هذه لما والمجتمع المغربي مجتمع طيب الناس قلوبهم طيبه كيتيقوا بالناس ولكن ما هذيك ماشي ديك الثقه العمياء اللي كت لاي شخص يجي يجيهم بمنكر ويتبعوه يبداو يشريو وياكلوا هذا خطا جميع الشركات اللي دخلت المدينه الدار البيضاء بدات كتبيع المنتوجات ديالها لدرجه انها وصلت للمساجد نعم فعلا انها وصلت للمساجد انا منتوجات تباع بعد الدرس في المسجد نعم. وهذا خطا كبير لان خاص نتنبهوا ليه لاننا مجتمع معنى المجتمع خاص كل شيء يدخل المواطن يدخل السلطه تدخل خاص كل شيء يدخل ماشي نتسنى احنا وزاره الاوقاف تراقب المساجد وزاره الداخليه تراقب المحلات وزاره الصحه تراقب ما غنتي المواطن هو اللي خاصو يخبر الوزاره المعنيه خاصو نعم. واحد الشخص لقى شخص في المسجد دار الدرس وبدا يبيع ولا اخت ولا اخ بدا يبيع الناس يتصل بوزاره الاوقاف قولي من مساجد لله ليست للبيع والشراء وهذا الخطا ولا عندنا في المغرب هذه الظاهره هذه لماذا لان ملي كيبيع في المسجد كيصدقوا الشخص لانه في بيت الله اكيد وغادي يستعمل هذا البيت الله للكسب وهو شيء منهي عنه يستغل يعني لا لا اله الا الله حتى بما اننا نتحدث عن البيع يعني امام المسجد يباع زيوت ومنها دائما ومنها زيت الثوم دائما ومن قديم الزمان من عهد المرابطين نعم ملي كان مراكش فغمات وكانت الكتبيه هي البلاصه اللي كيبيعوا فيها الكتب نعم. من عهد المرابطين انا ابحاث عندي الحمد لله نعم. من عهد المرابطين والاشياء تباع امام المساجد نعم وهذا لا يجب ان لا يكون سوق امام المسجد يجب ان يمنع البيع امام المسجد ولكن ما هو عليه لكان امام المسجد ولا داخل المسجد هذه هي عاده سيئه يجب ان الناس ان ينتبهوا لهذا المشكل ونبداو بنا بالمواطن ماشي بالسلطه نعم. المواطن لا يشتري اي شيء امام المسجد نعم صح يمشي عند ولادو راه كاين السوق راه كاين المسائل هذه وهكذا ولا رديتي البال جميع الاشياء الناس الذين كانوا يحتالون على الناس كلهم كانوا ياتون بخلطات وباعشاب امام المسجد وبزيوت ومنها زيت مكبرة الصوت وكيجيب الاشياء امام المسجد وكيبدا يكذب على الناس هذه فهذه الاشياء الثوم خضره عادية جيدة تحفظ الجسم من السرطان نعم ولكن أن الناس بدأوا يجفوها ويدقوها ويعملوها أقراص خرجوا على شيء لا زيت الثوم لا يصلح لشيء موجود لا لا يصلح لشيء زيت لأن الثوم فيها الكالويدات فيها زيوت وفيها الكالويدات وهذا الكالويدات ما كتمشيش مع الزيت ملي كان يعني هذا الديستيليشن اللي كان بخروا هذا الزيوت الطيارة هي تمشي مع تستخرج مع الزيوت ولكن الألكالويدات تتبقى مع هذا ما تبقى نعم. وهذا ما تبقى هو أهم من الزيوت في الثوم في الثوم وكان هناك أعشاب الآن يعني يستخرجوا منها الزعتر مثلا زيت الزعتر لا تصلح لشيء زيت الأزير زيت إكليل الجبل لا تصلح لشيء باش الناس يكون واضح راه كاين علم لا يتفضل علينا شخص في اي فضائيه ولا في اي اذاعه يقول الناس هذا علم هذا تخصص ودرسوا فيه الناس هذه جورنال اوف اسانشال وايز ديال الامريكي هذا جورنال لهذا واحد المجله كتنشر غير الابحاث الراقيه هذه عندنا فيها تقريبا 7 المنشورات هذه حول هذه المسائل هذه فوجدنا على ان ملي كناخذوا الماده كلها ملي كناخذوا مثلا القرفه كلها هي يعني التأثير ديالها على الجسم الفاعلية ديالها على الجسم الأهمية ديالها للجسم المزية ديالها للجسم باش نقول بمصطلحات كثيرة تكون 5 أضعاف المزية اللي غادي يلقاو في زيت ديال القرفة ملي كناخذوا الإكليل الجبل الأزير ما كانوا المغاربة ياكلوه غير سبحان الله سمعوا الفضائيات الشرقية الأزير اللي كانوا الناس كينكهوا به كديروا واحد العرش في الطاجين ولا كيديروا عرش في البراد ولا حاجة هكا كينكهوا به صافي الناس الآن صنعوا منه أشياء كثيرة وبدأوا يكذبون على الناس وأن الأزير يعالج وأن كلمة أزير هي أمازيغية اسم عربي وإكليل الجبل هذه الإكليل الجبل نأخذه كليا هكذا أوراق إكليل الجبل وليس زيوت إكليل الجبل هذه فالثوم يؤكل كخضرة ويؤكل طري ويوضع في الطبيخ وهذه الأهمية ديالو يعني منها ارتفاع الضغط يعني أول المستفيدين هم الأشخاص اللي عندهم ارتفاع الضغط ثاني المستفيدين هم الأشخاص اللي عندهم الإصابات بالبرد والكحة
الناس اللي كيكحبوا اللي عند نعم لان نعم لان الجهاز التنفسي العلوي كاين الناس اللي كيكحبوا عامين وثلاث سنوات واربع سنوات واخذوا ادويه واخذوا السيرو من الصيدليه والمحاليل والاشياء، ولكن هذه الكحبه هذه هي من نوع خاص، لاش لان تشترك بين اناتوميا بين هذه الاصابه بالبرد طبعا، لان عندنا واحد الممران واحد المنطقه حساسه للحراره ليس للبرد، يعني حتى في الحال السخون راه ما مزياناش، يعني حساسه تزداد معها حساسيه داخليه، ثم انخفاض المناعه المحليه، باش ربما نكون عقد شويه الامر، اذا انخفضت المناعه المحليه معناها المناعه المحليه اللي كاينه في الالف واللي كاينه في الفم واللي كاينه في القرجوطه واللي في البلعوم، هذه الاشياء هذه، ثم الى كثروا الناس من مشتقات الحليب والحليب نعم يعني ما كيكون هذاك السيكريسيون كيكونوا لي هذوك، لا خاص الناس اولا اللي عندهم الكحبه خصهم يمتنعوا عن الحليب والمشتقات، نعم هذه بصح مفروغ منها، يمتنعوا عن المواد اللي فيها الالرجينات اللي مسببه للحساسيه، نعم من اللحوم على راسها اللحوم والحلويات والمقليات، نعم ثم ياخذوا ثوم مع زيت الزيتون، ليس خلطه، ثوم مع زيت الزيتون، يكثروا من زيت الزيتون، يشربوا ملعقه زيت الزيتون في العشيه، نعم وهذا الثوم يؤكل طازج، الناس اللي عندهم الكحه يؤكل ثوم طازج، نعم يعملوه وسط الخبز ولا يعملوه مع اي شيء.